لا يخفي البريطانيون تنافسهم مع الأمريكيين على إبراز أحدث المعدات في المناورات البحرية المستمرة في مياه الخليج. البحرية البريطانية تشارك في المناورات بخمس سفن، بينهم كاسحة الألغام آثرستورن، وعلى متنها نخبة من الغطاسين المتخصصين بعمليات رصد وتفكيك الألغام. سنقوم معاً بجولة سريعة داخل هذه كاسحة الألغام لنرى ما هي المعدات والتكنولوجيا الجديدة التي تحملها معها في هذه المناورات. أنتم الآن في غرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة، وهي قلب السفينة، لأن تدريبات مسح الألغام تدار من هذه الغرفة. هذا جهاز رصد الألغام، وهو يطلعنا على تحركات السفينة وموقعها في البحر. على هذه الشاشة نرى جهاز الرادار، وعلى الشاشة الزرقاء نرى الوضع تحت المياه. فور رصد أي إشارات على الرادار يستعد البحارة لإرسال هذه الغواصة لاستكمال المهمة. هذه غواصة سي فوكس المزودة بكاميرا وضوء ورادار للإشارات الصوتية في الجهة السفلى لرصد أي تحركات أو ألغام تحت سطح المياه. وهنا أربع مراوح لتوجيه مسار الغواصة. هنا في غرفة التحكم سنتابع معاً تدريباً يظهر فيه البحارة هنا كيفية تعامل الفريق مع أي مخاطر تواجه طريقهم. هذا الحشد من السفن والزوارق والغطاسين في مياه الخليج هو أكبر تجمع لقطع حربية بحرية من حول العالم في المنطقة، تجمع تنفي القيادات البريطانية أن يكون رسالة لبلد بعينه وخاصة إيران. أنا متأكد أن بعض الدول قد ترى هذه المناورات استفزازاً، لكنني لا أراها كذلك، فهي تدريبات دفاعية ولا تتم في جزء واحد من الخليج، بل تمتد إلى البحر الأحمر، مما يسمح لنا للمرة الأولى أن نشمل دولاً إضافية مقارنة بالتدريبات السابقة، وبالتالي هي تدريبات سلمية وتجمع دولاً مهتمة بتأمين حركة الملاحة في الممرات البحرية في حالة قيام أي طرف بعمل يضر حرية الملاحة التجارية في هذه الممرات. المناورات البحرية في عامها الثالث استقطبت هذا العام 44 دولة، ما دفع البحرية الأمريكية إلى توسيع نطاق التدريبات لتشمل ميناء العقبة في البحر الأحمر وخليج عمان. من ميناء سلمان في مملكة البحرين، جسيل مر، سكاي نيوز عربية.